مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التالية. استجوب نواب الجمعية الوطنية اليوم عبر السؤال الشفوي المقدم من قبل النائب البرلماني أدم هندي الشاعر، استجوب وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار حول سير العمل في الشركة التشادية للمياه، خاصة مشروع الشركة المتعلق بتسريح أكثر من نصف الموظفين. المناسبة ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور. تفاصيل أوفى في نشرتنا اللاهقة سوف نافيكم حول هذا الخبر. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الذي عقده الأعضاء في دول الساحل الإفريقي بغرض مناقشة الأوضاع الأمنية والمناخية في تلك الدول. كان ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين والوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني داود يحيى إبراهيم. تقرير أحمد ياسين خميس. عقد وزراء الدول الأعضاء في الساحل الإفريقي بوركينا فاسو، موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي، وذلك بهدف رفع تحديات الهجرة والتغلب على كافة أنواع التهريب والتطرف والإرهاب والنظر إلى التغير المناخي، فضلا إلى التطورات الراهنة التي تشهدها القارة السمراء والعمل على تحسين الوضع والوصول إلى الرفاهية الاجتماعية. وكل هذه المجالات استدعت وزراء الخارجية للدول الأعضاء ووزراء الدفاع لمواجهة هذه التحديات الأمنية إلى جانب الشركاء كالاتحاد الأوروبي. وتعقد هذه الجلسة لأول مرة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بهدف دراسة الأوضاع وتجميع القوى لمواجهة هذه التحديات المشتركة. وعلى هذا الأساس فقد تداخل وزير الشؤون الخارجية التشادي شريف محمد زين والوفد التشادي، أكدوا جميعهم بأن الإرهاب ما زال خطر يهدد الشعوب الإفريقية ويتطلب تضافر الجهود وحشد الموارد المالية وإعداد استراتيجيات لوقف هذا الخطر الماثل والعمل على إعداد مشاريع تنموية تخدم الشعوب الأفريقية. وأضاف الوزير شريف محمد زين بأنه يجب إلمام الجميع بخطورة الوضع والتآلف من أجل إزالة وإزاحة كل هذه العقبات التي تعيق التنمية في هذه البلدان، وكذا تكوين قوة مشتركة تعمل على توفير الأمن في أفريقيا الساحلية. ودعا وزير الشؤون الخارجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إدراج ميزانية وقف البند السابع للأمم المتحدة المتعلق بالدعم المالي واللوجستي. وبعد مناقشة كل المسائل في اجتماع والاتحاد الأوروبي لبلورة كل الجوانب والسعي إلى عقد جلسة قادمة بدولة بوركينا فاسو لتقييم الخطة التي رسمت خلال لقاء بلجيكا. استقبل عصر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي نو بالقصر الرئاسي السفير السعودي لدى البلاد سعادة جميل عبد الرحمن شيشة، الذي حمل معه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة وتشاد في المجالات المختلفة. زينب سليمان جبري. استقبل عصر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي السفير السعودي لدى البلاد سعادة جميل بن عبد الرحمن شيشة، الذي جاء حاملا معه رسالة خطية إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من نظيره السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. وخلال اللقاء بحث السفير السعودي مع فخامة رئيس الجمهورية عدد من المواضيع المتعلقة بثنائية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. السفير السعودي عقب خروجه من المقابلة صرح للصحافة قائلا: أتقدم لكم بالشكر على هذه المقابلة وكل عام وأنتم بخير. اليوم حظيت باستقبال فخامة رئيس الجمهورية لي، عشان قمت بتقديم الدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية، نظرا لما يمثل فخامته من أهمية في حضور هذه القمة
وإن شاء الله بمشيئة الله إن شاء الله يكون من الحاضرين في القمة القادمة إن شاء الله في مكة المكرمة يوم 26 رمضان إن شاء الله. والجدير بالذكر أن نجات والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات قوية ومتينة منذ الأزل. عقدت لجنة غابات إفريقيا المركزية بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني اجتماعا لمتابعة أعمال البرامج المتعلقة بالبيئة في إفريقيا المركزية. المناسبة ترأستها المديرة العامة بوزارة البيئة والمياه والصيد مينوجي مادينغار ممثلة للوزير. تقرير إشراق عبد الله. أصبح التغير المناخي والآثار السالبة المترتبة عليه الشغل الشاغل للعالم عامة وإفريقيا خاصة سيما تأثيراته الكبيرة والمنعكسة سلبيا على حياة الإنسان بكل جوانبه في الوقت المعاصر. على ضوء ذلك انعقد الاجتماع التجديدي لمجموعة العمل في التغير المناخي في إفريقيا المركزية، وذلك بهدف دراسة ومتابعة البرامج المتعلقة بالبيئة، حيث تولت في المناسبة عدة كلمات أولها ممثل منظمة التعاون الألماني وممثل لجنة غابات إفريقيا المركزية، واللذان أكدا بأن الاجتماع يساعد على حشد الموارد البيئية وأكد مراجعة إطار الاستراتيجية من أجل بيئة ملائمة. من جانبها المدير العام لوزارة البيئة المياه والصيد مينوجي مادينغار ممثلة للوزير أوضحت بأن هذا الاجتماع الذي جمع الخبراء والفنيين وذلك من خلال الدراسات التي أجريت حول نوع البيئة في إفريقيا ومدى تأثيرها على المناخ، مضيفة بأن الاجتماع سوف يزود اللجنة بمعلومات جديدة تقوم بإعداد مسودة تكون كمرجع أساسي في معالجة القضايا البيئية لصالح البيئة في إفريقيا. وأن الاهتمام بالبيئة هو أمر ضروري ومسؤولية تقع على عاتق الجميع، الأمر الذي دعا الحكومة باتخاذ قرارات تنص على منع قطع الأشجار التي تسبب زحفا صحراويا بالبلاد. التقى وفد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية بوالي ولاية بركو جدي هبري بمدينة فيا بغرض عرض نتائج الدراسة حول الإحصاء السكاني الذي أجرته البعثة حول معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية. تقرير يوسف موسى محمد. جاءت الحملة التوعوية التي نظمها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية لصالح المسؤولين والإداريين بولاية بركو بحضور حاكم الولاية جدي هبري، حيث ركزت هذه الحملة على 3 نقاط جوهرية وهي سوء التغذية لدى الأطفال وتعليم الفتيات وكذا الوقاية من أمراض نقص المناعة المكتسبة السيدة. هذا وأثناء حديثه مسؤول بعثة المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية آدم أحمد زالي الذي استعرض نبذة مختصرة عن الإحصاءات الأخيرة لعام 2014-2015 حول سوء التغذية لدى الأطفال وعدم التعليم الفتيات بالإقليم بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، وقال أن المعهد سيقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي الذي تحتاجه الولاية أثناء بدء الإحصاء، موضحا بأن المعهد الوطني سيسعى جاهدا لمعالجة كافة الأوبئة وتقديم حلول واقعات لرسم خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى. بدوره رحب والي ولاية بركو جدي هبري بهذه الفكرة مثمنا في الوقت نفسه الجهود الحثيثة التي يقوم بها المعهد في توصيل المعلومات الدقيقة لشرائح المجتمع وتوعيتهم حول مخاطر سوء تغذية الأطفال وعدم تعليم الفتيات وكذا الأمراض المستعصية كمرض السيدة وغيرها من الأمراض المختلفة الأخرى. قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات زراعية وماكينات للخياطة للتجمعات النسائية بمدينة كيلو بولاية تانجيلي، وذلك بهدف خلق فرص للعمل للنساء في تلك الجمعيات. المناسبة رأس محافظ كيلو النظيف أبو بكر الخليل. آدم حنفي فضيل. 3 أيام كانت كافية لهؤلاء النسوة اللائي جلسنا على مقاعد التدريبات لصالح التجمعات النسائية بمدينة كيلو الواقعة بولاية تانجيلي، بادرة قامت بها مؤسسة القلب الكبير، وذلك بهدف تزويد خبراتهن للمشاركة في عملية التنمية المحلية كالزراعة بأنواعها الفصلية، حيث شاركت فيها أكثر من 70 جمعية نسائية تضم أكثر من 180 امرأة بمقاطعة كيلو. رئيس البعثة دكتور محمد صالح بلداس في كلمته قال أن سيدة البلاد الأولى تسعى جاهدة من أجل تمكين المرأة التشادية كي تسهم في عملية التنمية المحلية بمختلف أنواعها. ما مرة بس دائما تقول شنو على راجل بس يدي هذا ده ما عادل
عشان كده هي سوت لنا جابتنا هنا في كيلو ده نسولكو فورماسيون وابري الفورماسيون ده كمان ننتوكو كيت والكيت ده عشان تمشوا تقدموا وبعدين يلقى لكم ريسيت شيء شيء تقدموا فوق تساعدوا اوين ترجعوا لناكو تساعدوا يلا ناكو. كما قدمت مؤسسة القلب الكبير ماكينات طرازة للنساء بالمدينة ليمارسن فيها مهنة الطرازة إلى جانب إخوانهن الرجال. هنا كان بحضور محافظ مدينة كيلو النظيف أبو بكر الخليل الذي طلب من المستفيدات الحفاظ على هذه المعدات، كما شكر سيدة البلاد الأولى على دعمها للنساء الذي من شأنه تشجيع المرأة التشادية إلى كيان المستقبل. قامت منظمة بستان النخيل الخيرية بتوزيع أكياس من اللحوم لشرائح ضعيفة، وتدخل هذه العملية ضمن أنشطة المنظمة خلال شهر رمضان المبارك. محمد حسن آدم. المنظمة غير الحكومية بستان النخيل وضمن أنشطتها الخيرية والإنسانية وتزامنا مع موسم شهر رمضان المبارك، فقد وزعت المنظمة أكياس من اللحوم لبعض الأمهات ربات البيوت بحي كليمات بالدائرة الثانية، وذلك بهدف مشاركة فرحة هذا الشهر الكريم مع مختلف شرائح المجتمع. وبهذه المناسبة تحدث رئيس المنظمة عن الهدف من إقامة هذه الأعمال الخيرية لأخواتنا ولأمهاتنا لبناتنا، دونك هم تعبانين في شيء ده، ويوم قدمنا لهم ده هو تعرف الشغل البريمير نيسيسيتي اليوم في الفوية، وفجر فجر ناس بقوموا بيتاجوا للهم دونك عنينا سوينا رأي في بكان ده وفكرنا وقلنا خلي نسولهم في ياتو ديسباتشان الله. كما عبرنا بعض من المستفيدات عن فرحتهن تجاه هذه البادرة التي قامت بها منظمة بستان النخيل، والتي من أهم أهدافها الوقوف بجانب الشرائح الضعيفة والمحتاجين، وكذا المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. بعد غياب دام عدة سنوات عادت جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشارع الأوسط لمزاولة أنشطتها مجددا، وفي هذا السياق قدم مساء أمس رئيس الجمعية بيانا صحفيا تحدث فيه عن مزاولة أنشطة الجمعية. نتابع جزء من هذا البيان في ميكروفون زميل بشارة محمد صالح. Ce point de presse nous offre l'opportunité. يسرني أن أعرض لكم جدول أعمال الجمعية وخارطة الطريق ضرورة لتحقيق الأنشطة التي من بينها مشروع تنظيم ندوة حول تطوير شارع الأوسط. يتيح لنا هذا المؤتمر الصحفي الفرصة لنلفت انتباه الأعضاء والمتعاطفين معهم إلى أنه سيتم إبلاغهم عن برنامج خطة عمل المجلس التنفيذي خلال الجمعية العمومية التي ستنعقد في أقرب وقت ممكن. عظيم بالنسبة لنا مشروع تنظيم ندوة حول تطوير شارع الأوسط ليجمع شمل أبنائه وبناته، وهو شرط في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي، وإن النجاح خلال الجمعية العمومية المقبلة سيكون مسألة مهمة لمناقشة مشروع الندوة، وهذا هو الذي يجب أن نحدد الطريق إلى الأمام من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. sans une implication soutenue des filles et des fils du terroir. الأشخاص الذين يزاولون الأعمال الشاقة يواجهون عدة مشاكل، خاصة في شهر رمضان الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية. وفي هذا الإطار فقد عد الزميل الطيب مدثر التقرير التالي. تتعدد المحن الصغيرة والحرف اليدوية والأعمال الحرة وتختلف المسميات، إلا وأنها تحتاج إلى جهد بدني وعضلي لتحقق لهم المكسب وقوة يومهم، حيث يواجه بعض من العمال والحرفيين أثناء أداء عملهم في شهر رمضان المبارك بسبب ظروف العمل وارتفاع درجة حرارة الشمس، خاصة أن رمضان هذا العام جاء في فصل شهدت فيه البلاد ارتفاع في درجات الحرارة والتغير المناخي، وأن الصيام في ظروف نجدها كأمثال هؤلاء. ورمضان أسعى لكم أن نشوفه وصفه أخرى لكم دول لقشون مليالنا بس ما ندول الشيء وقت كل قاعدين تقول يأتوا الماء قاعد تعرف الرأي جباك حسنا جباك وشتا كله في حمل لنا البطاك
الذكر كان الله انت تركو 300 400 تقولوا نقول عملنا فوق الكرب بيالنا. حيث لا يجد بعض أصحاب الأعمال والمحن الشاقة الثقيلة الوقت للاستمتاع بقدسية هذا الشهر الفضيل، بل أنهم يعملون لساعات ويلحفون وراء لقمة العيش لتغطية مصاريف أسرهم التي تتزايد مع شهر رمضان المبارك. الأول قبل رمضان كان في شوال بأفريقيا ما شاء الله، حس كان تعب بتاع رمضان ده كان زاد لنا 10 10 50 50 صعوبة لكن شوية خير. وهذا وأن من أبرز هذه المهن الشاقة هي الحمالين وأصحاب عربات اليد والأعمال الحرة الأخرى التي تتطلب مجهودا عضليا كبير ويستمر دوامها لأكثر من ساعات. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.